بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في تفسير آية من سورة هود، قول الله عز وجل: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذه الآية وأمثالها تكشف لنا عن مصادمة الدعوة ومحاربة الداعي وعدم الانقياد والطاعة له. لما أتى سيدنا نوح إلى قومه مبلغا ومعلما ومرشدا وداعيا وأقام الحجج والبينات على قومه، عندما رأوا أن حجة نوح حجة قاطعة وتبليغه تبليغ حكمة وعلم، وهم لا يريدون أن ينقادوا لإنسان لهم مكانتهم وعزتهم، ما قادوا، طعنوا بما أتى به سيدنا نوح. وهذا داء موجود في كل الأمم. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما أتى قريش، لما أتاهم بالدعوة وتبليغ الشريعة وإقامة الأخلاق وألفة القلوب وجمع الناس، أصحاب الزعامة وأصحاب السيادة لو حطوها واطية في زعمهم وآمنوا به راحت قيادتهم وراحت زعامتهم، هكذا ظنوا. فأن سيدنا عمر لما ترك زعامته وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام أوصله إلى مرتبة الملك، صار ملك العرب. أبو بكر كان زعيما وسيدا وغنيا، لما ترك مكانته وتبع النبي عليه الصلاة والسلام أتاه يوم صار ملكا خليفة. الشيطان يوحي إلى الإنسان كما قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعدكم الفقر، إنه إذا بتروح بروح مالك، تفتقر، تصير وراء الناس يلي بيمشي مع المشايخ، بيصير وراء الناس ما بيقعد بينتفع. هذه وساوس الشيطان لكل إنسان. فالإنسان له نفس يريد عزتها، لكن له روح تريد له الكمال. روحك تريد لك الكمال ونفسك تريد لك الذلة. فإذا أطاع الإنسان نفسه وترك روحه ترك الكمال وسقط في الذل والهوان، ومن تبع روحه بكمالها واستقامتها وأخلاقها ارتقى في المجتمع وارتقى بين الناس حتى كان أسعد مخلوق. فنبينا عليه الصلاة والسلام قام وبلغ الدعوة. مجتمع يؤمن أنه في الله، لكن ما آمن أنه يتيم يصير نبي، يتيم يصير رسول لله. الله عظيم،
الآن لازم يتخذ العظماء. لولا نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، من أهل الطائف أو من أهل مكة، واحد عظيم ما لا إلا يتيم يعطي الرسالة. فهذه التي لم يؤمنوا بها ادعوا على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه جمع الناس وألف الناس بهذا القرآن الذي ألفه من نفسه، كتبه هو. هيك كان ظنهم، ما أنهم عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش بينهم من طفولته إلى شيخوخته إلى سن الأربعين، لا جالس عالما ولا جالس معلما ولا تعلم، إنسان أمي. أمي من أين له أن يأتي بمثل هذا الكلام في حين لما اجتمع زعماء العرب، العقل والفكر والعلم ما استطاعوا يأتوا بكلمة من القرآن. ولما طعنوا بالقرآن وقالوا أن النبي أتى به هو من عنده كتبه، أنزل الله عليه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. ظهيرة يعني مساعد ومعاون، هذا يعاون هذا وهذا يعاون هذا، لو اجتمعت الأمة ما بيحسنوا يجيبوا قرآن مثله. ثم تحدى القرآن العرب تحدي الثاني، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. إذا النبي عم يفتري هالآيات جيبوا أنتوا عشر سور مثله. النبي ذكي، طيب ما في ذكي بالأمة غيره؟ وقعوا في حيص وبيص، يعني ما عاد عرفوا شو بدهم يحكوا. فقالوا روحوا اسألوا أهل الكتاب، سألوا أهل الكتاب شو رأيكم؟ قالوا له محمد راح لعن بحيرة وبحيرة علموا القرآن. انتبهوا مشان تعرفوا شلون ان إيجاد الإنسان يعرف شو السبب. راح إلى بحيرة وبحيرة علموا القرآن. أول النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى ببحيرة كان عمره 12 سنة. قديش كان عمره؟ 12 سنة. كان مع زعماء قريش اللي نازلين كلهم بالتجارة. أحد بحيرة مع النبي بسؤالين ثلاثة. شو اسمه؟ قال له محمد. شو بتحب؟ قال أحب الله. قال له ماذا تكره؟ قال أكره الأصنام وعبادتها. فصار يطلع بحيرة، فالنبي كشف له ما عن ظهره. فلما رأى خاتم النبوة قال من أبوه؟ وين أبوه؟ فأجى عمه قال له أنا. قال له لا ما صحيح، هذا أبوه مو موجود، أبوه بيموت وهو في بطن أمه. قال له صح، أبوه مات وهو في بطن أمه، أنا عمه. قال له صحيح، عمه بيكفله صحيح، أنت عمه. قال له خده ورجع فيه إلى مكة، اوعى تكمل فيه للشام، خده ورجع فيه. والله لو عرفت يهود ما عرفته منه لا يدعونه بل يقتلوه. خده ورجع، ما خلى ينزل، عرف أنه هذا نبي هذه الأمة وهو المؤيد بوحي من السماء. طيب لو إن أنه قاعد عن بحيرة، قاعد عن بحيرة النصة، إذا كان بحيرة الظاهر نصة استطاع يساوي هالطفل، يساوي نبي ورسول،
ليش ما ساوى حاله نبي ورسول؟ مين أولى؟ ساوي غيره ولا ساوي حاله؟ ليش ساوى طفل ما ساوى رجل؟ قال هذا الطفل ذكي. طيب ذكاء الطفل ما وجد في الأمة ذكي مثل حكايته؟ يعلمه بحيرة أحد 40 سنة، 42 سنة، 42 سنة ما حس إني طالع واحد تاني، بس واحد بيطالع. فلو كان بحيرة هو اللي علمه كان بحيرة نسب القرآن إله، ما نسب القرآن لمحمد. واحد لما يكتب كلمة وتكون الكلمة إلها تأثيرها بينسبها لغيره ولا بينسبها إله؟ كان نسب القرآن إله. فطلعت باطلة، طلعت دعاية باطلة. فقالوا افترى، كمان النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنه افترى القرآن وأتى به من عند نفسه ونسبه إلى الله، مثل ما قال قوم نوح، وهكذا قوم صالح، وهكذا قوم هود. والله تعالى أنزل في آخر سورة الذاريات جل جلال الله أتواصوا به، يعني الآخرانيات عم يوصوا لبعضهم أنه إذا إجا نبي لولو أنت افتريته أتواصوا به، يوصي بعضهم البعض بالتكذيب، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، طغيان، دخل الطغيان إلى نفوسهم فطغوا وبغوا ولم يؤمنوا. أم يقولون افترى، هذه مرحلة من مراحل مصادمة الدعوة لئلا تنجح. مين اللي بيعادي دائما الرسالات؟ اقرأوا القرآن شوفوا، قال الله تعالى قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ الذين استكبروا من قومه. الملأ هم الأغنياء والزعماء والأمراء الكبار، ما بيقول والله فلان النظرة له بتملي العين، هذول اسمهم ملأ، أنه بيملوا العين بغناهم، تجاراتهم، مكانتهم ولبسهم. فالملأ الكبار ما بيحبوا يآمنوا للداعي، ليش؟ كل واحد منهم حاط حول منه كم واحد من الزعران، 20-30-40 واحد عم يدفع لهم مصاري مشان يحموه ويجيبوا له الأتاوات، روح جيب من عند فلان، روح جيب من عند فلان، ما بيجيب حرق له بيته، ما بيجيب تلو. فالناس عم تدفع خوف، عم يدفعوا الأتاوات، عم يجمع أتاوات، عم يعيش على مال الناس، عم يستغني بمال الناس. إذا آمن ورافع عن محمد وآمن ما بقى يحسن يستغل يأخذ مال هذول كلهم اللي حواليه، ما بقى في لهم معاشر، ما بقى يعدوا معه، يعني عن زعمه أنه راحت زعامته، خسر الزعامة. هكذا الشيطان يوحي إليه. أم يقولون افترى، افترى هذه الآية. طيب إذا كان سيدنا نوح افترى الرسالة، وإذا سيدنا محمد افترى هذه الرسالة، خلينا نجيب أدلة نثبت هل هي مفترات أم هي من عند رب العزة. فخلينا نحن نفكر، إذا قلنا أنه النبي افترى هذا الكلام، النبي بشر أم لا؟ أعلن عن نفسه قل إنما أنا بشر مثلكم، والبشر يأتي بما يأتي به جميع البشر، أنا بحكي مثل ما أنتم كلكم تحكوا، ما في فرق بيني وبينكم، أنا بحكي وأنت بتحكي، يمكن تحكي أنت أفضل مني، يمكن واحد يكون مثقف أكثر جيب عبارات
أفضل مني. أنا عم بحكي بالعامي، يمكن يجي شيخ يحكي باللغة العربية بيحكي أفضل مني. ما اللسان إذا النبي عم بيحكي في غيره عم بيحكي، إذا بإيش طعنته أن النبي جاب من عنده؟ هاي القرآن موجود، نتحداكم جيبوا لنا سورة مثله، فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. سورة إنا أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد، جيبوا لنا سورة مثل حكايتها. العرب كانوا أهل اللغة، كان عندهم المعلقات السبع، يعني الأشعار كانوا يكتبوها يعلقوها بالكعبة، أي من عزتها وكرامتها يعلقوها بالكعبة إذا مكانتها وكرامتها. فأهل اللغة وأهل البلاغة وأهل الفصاحة بفصاحتهم وبلاغتهم وما أوتوا من فهم ما استطاعوا يجيبوا آية من آيات القرآن، سورة ما عشت نجيبوها. طيب وينهم؟ تحداهم، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، مما يدل أن التحدي إلهي وليس هو تحدي إنسان، تحدي إلهي. إذا كنت صعيد بشر وعندكم عقل ووعي فأتونا بمثله وأنتم أهل البلاغة. 20 سنة 23 سنة هل استطاع أحد من الشعراء أو البلغاء أو الفصحاء هل استطاع أن يأتي بآية أو بكلمة أو بسورة مطلقا؟ فإذا كان أعظم عصر في البلاغة وأعظم عصر في الفصاحة وأعظم عصر بالرجال والنساء، يلي بيقرأ كتاب الأغاني أو بيقرأ كتب الأدب بيشوف فصاحة النساء فصاحة الرجال كانت بشكل، يجي لعند الملك يحكي لهم كلمتين يكون الملك بده يقطع رأسه ويحكي عنه، حاكم عليه ملك بالإعدام، لما يحاكي كلمتين ينقلب الملك يفي عنه. كانت بلاغتهم بهالشكل، وما استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن ولا بمثل آية من القرآن. ولا يزال تهديد القرآن للعالم كله، العالم كله شرقه غربه شماله جنوبه، فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. هل استطاع العالم أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ هلأ اليهود عم بيلعبوا لعبة، انتبهوا ليها، أما يجمعوا من التوراة ومن الإنجيل وآيات من القرآن عم يجمعوها عم يسموه القرآن الجديد. مع الأسف دولة عربية فتحت لهم المجال، مع الأسف دولة عربية فتحت لهم المكاتب وقدمت لهم الطباعة. هذول ما بسميها أنا دولة عربية، ممكن تكون إسرائيلية مسماية بالعربي، بدهم يعملوا مصحف يحولوا المسلمين إلى المصحف الجديد، مع أنه كلام الله القديم لا يبدل ولا يغير، والله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ في الأوراق وحفظت الصدور، محفوظ في صدور المؤمنين، فما واحد يجيب كلمة زايدة، فكلام الله أبني لا يغير ولا يبدل. ولو أرادوا يدخلوا عليه، إذا حطينا الفحم مع الألماس بنعرف الألماس ولا بفوت هاي مع هاي؟ شو رأيكم؟ بنعرف الألماس من بين فحم؟ كلام الناس أسود من الفحم، كلام الله أعظم نورانية من الألماس، فلا يمكن أن يدخل بكلام الله شيء من كلام الناس. لو كان القارئ عم يقرأ
لو خربط بحرف ما مسكت له عليه، فتحة سواها كسرة أو الكسرة سواها ضمة ما مسكت له. دائما منصحح حتى ما يكون في كتاب الله خطأ. أما واحد خربط الحرف خربط بحرف، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ما طلعت معه فترضى، قال فترضى من الاسكوت عيد فترضى ضاد مو دال، فرق بين الضاد وبين الدال. الضاد يعني الله بيرضيك من الرضا، اما الدال هلاك بحرف تغير المعنى كله، بدل ولسوف يعطيك ربك فترضى يعني بيعطيك حتى ترضى، بين فترضى يعني فتهلك، فما بيصير يتغير ولا حرف بالقرآن ولا حرف. في زمن الملك فاروق رحمة الله عليه في مصر، انجلترا بعتت باخرة فيها 2.5 مليون نسخة من القرآن، 2.5 مليون نسخة، 2.5 مليون نسخة من القرآن مهذب مذهبة بكل أنواع الجمال، هدية إلى مصر، هدية. ذكر عن الشيخ الأزهر أنه جايبين هدية 2.5 مليون مصحف، قال وقف باخرة جيبوا لنا كم نسخة لحتى نحققهم نشوف خربت شيء فيهم. القرآن كله ما في شيء إلا كلمة واحدة مغيلينا، كلمة واحدة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، آم كلمة غير صارت، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، انتبهتوا؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هن شو قاموا؟ كلمة غير، فصارت ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، فطلع الحكم من مشايخ الأزهر بإغراق الباخرة بمن فيها، إغراق الباخرة بمن فيها، هي وقبطانها وركابها ومصاحفها كلها، فأغرقوها في البحر تأديب لإنجلترا أنه مرة تانية ما تلعب هيك لعبة. هذا حفظ القرآن، الله حافظ القرآن. فقالوا أم يقولون افترى، أما هذا استفهام تعجب يعني عجيب، عجيب أنه كل هذا القرآن اللي طعنوا فيه، أم يقولون افترى يعني يا محمد لا تزعل، شوف الأمم كيف كذبوا بالأنبياء اللي قبلك، نوح يلي قعد في الدعوة 950 سنة وهو قائم بالدعوة ليل ونهار، كذبوا قالوا له أنت جايب من عندك ما جايب من عند الله، فلا تزعل على حالك. فهي تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام مشان يشد همة الداعي، إنه أيها الداعي لو كذبوك لو تآمروا عليك إياك أن تتراجع، إياك أن تضعف، بيتآمروا بيعملوا مكايد بيعملوا مكر، أوعى تتراجع. الداعي متى ما بدأ بالدعوة إلى النهاية إما هلك وإما ملك، يا بينشر دين الله أو بموت شهيد في سبيل دين الله، هذا الداعي. أما أن يتراجع فلا تراجع، بدأ بالدعوة بيبدأ بالدعوة، طعنوا حكوا قالوا خلي يقولوا الشيخ شو الشيخ وين الشيخ جبان خلي يقولوا الجبان، الدعوة قائمة ولن نتراجع، نبلغ دين الله ونعلم شرع الله ونحبب الخلق بالله إلى أن نلقى الله، هي همة الداعي
ومسيرة الإسلام إلى النجاح. بدك تنجح بتتم ملازم مواصل حتى تحقق الأمل. أما بمجرد ما يحكوا أو بمجرد ما يهددوا هرب ما منحن نقعد، والله هدول ما بيفهموا، هدول ما كذا، خلينا ما في لي. صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة تعذيب وضرب وإيذاء وكذا. لما توفي عم النبي عليه الصلاة والسلام، بعد منه توفيت ستنا خديجة، اجتمعوا قالوا محمد ما بقى له سند، يلي كان عم يحميه أبو طالب مات، ويلي كانت عم تمده بالمال خديجة كمان ماتت، ما بقى له سند. يلا شدوا الهمة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فإجا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، طلع الطائف بلكي بتلاقي حدا يساعدك يحميك. طلع النبي على الطائف 70 كيلو متر مشي على الصخور، الصخور ماشي 70 كيلو متر حتى وصل إلى الطائف، بلغ وعلم وأرشد. فقالوا له ما رأى الله غيرك يبعته، لو كان في خير لكان أهلك يلي بمكة قبلوك، طلع عنا ما رجوا، طالعوا وسلطوا عليه السفهاء الأولاد والسفهاء ضرب بالأحجار، نزل الدم من إجري. رجع صلى الله عليه وسلم ما نجح، مكسور الخاطر، ما حدا آمن، ولمكة ما بيدخلوا. فالنبي بعث مين اللي بيحمي النبي ليدخل على مكة، طلب حماية من مشرك. مين اللي بيحمي النبي ليدخل على مكة؟ ما رضي حدا إلا واحد، قال لهم أنا بحميه، هو من قريش وأنا من قريش، هذا من أهلنا أنا بحميه. عنده 9 أولاد، ملوا سلاحكم طلعوا فوتوا من برات الملأ بحمايتكم، أوكن يمسوا أذى. فدخل النبي إلى مكة بحماية مشرك. مين أقرب له، سيدنا جبريل ولا المشرك؟ الإسلام عم يعلمنا شلون تتبع السبب، هذا هي الأسباب. فدخل في حماية مشرك عم يعلم، قل له خليك في حاله وإلا دقت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل بعث له رسالة أنه عازمك لعندي، تفضل لعندي، عمل له حادثة الإسراء والمعراج بعد وفاة عمه وزوجته، حفلة ترفيهية بعد ما الحزن ملأ قلبه صلى الله عليه وسلم. فأسرى إلى المقدس، من المقدس إلى السماء. ولما رجع كان عادة أبو جهل كل يوم يمر عليه، قال له شو عندك يا محمد اليوم؟ فمر عليه أبو جهل قال له شو عندك اليوم يا محمد؟ قال له أسري بي. قال له لوين؟ قال له إلى بيت المقدس. قال له وأصبحت بين أظهرنا؟ على بكرة عنا كمان؟ قال له نعم. فأبو جهل نادى، قال له بتحسن تحكي لقومك مثل ما حكيت لي؟ قال له إيه. فنادى يا بني فهر، يا بني كذا، اسمعوا تعالوا اسمعوا. وراح لعم سيدنا أبو بكر، قال اليوم انفخت الطبل ما بقى. راح لعم سيدنا أبو بكر، تعال اسمع شو عم يقول صاحبك، شو عم يقول.
قال له عم يقول قال الليلة أسري به لوين؟ قال له إلى القدس. وأصبح بين أظهرنا النبي قال له هو الذي قاله؟ قال له هو قال له إيه صدق، إن كان هو قال فقد صدق، صادق. شلون بتصدق؟ بتدخل بالعقل؟ الواحد منا بده شهر روحه وشهر رجعه، راح بليلة ورجع وأصبح بيناتنا. قال له صدق، أنا بصدقه بأكثر من هيك، بيقول لي خبر السماء بصدقه. أبو بكر ما في فائدة، رجعوا لعند اللي دخلوا بحمايته. تسمع تسمع ليلة راح القدس ورجع، اجل عن محمد شو عم تقول يا محمد؟ اذا مدخله بحمايته مثل هلا كفيل، هلا اذا بيروح على السعوديه ما بده كفيل؟ ايه ما كفيل، شو عم تقول؟ قال له اسري بي الليله لوين؟ قال له الى القدس. قال له واصبحت بين اظهرنا؟ قال له نعم. الواحد منا بيروح شهر وبيرجع، انت بليله وحده رحت ورجعت؟ نعم. قال له اليوم ارفع حمايتي عنك، ما خلص انا ما بحميك، ما بتدخل في العقل، لا تحمي. مات النبي في الليل واجتمعت قريش تآمروا على قتل النبي. طلع ابو جهل برأي نجيب 30-40 شاب أبضايات من القبائل، كل واحد سيفه مسنون، بيوقفوا على بابه، مجرد ما بده يطلع ضربة واحدة بيقتلوا، بيضيع دمه، يعني أهله لم يبدو يطالبوا ليطالبوا، بيضيع الدم. أجر خبر النبي ليلتها عن المدينة، راح لبيت أبو بكر، طلع النبي من الباب واقفين صفين كل واحد ايده على سيفه، لكن الله نيم له الكل وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم، غطينا عليهم فهم لا يبصرون، غطى على عيونهم. نبي طلع صفين واقفين كل واحد ايده على سيفه، بعض الكتاب الله يسامحهم قل خرج النبي هربان فارا. لا يا حبيبي، النبي عليه الصلاة والسلام ما ركض، ما طلع ركيب، طلع صار يميل على الأرض ياخذ كم شيء تراب يحط على رأس هذا تراب وعلى رأس هذا تراب، تراب من هون تراب هون. لو كان خايف يحط تراب لكن بركي صحي كان بيصحيهم، عرفان الله مكتفهم كلهم، حط على رؤوسهم 40-50 راس حط عليهم تراب وانطلق. وابو بكر عم يستنى الى غار ثور، كما انه شو هالعظمة صلى الله عليه وسلم طريق المدينه هيك، هو راح هيك من ناحيه عرفات، طريق المدينه شمال راح ناحيه الغرب ناحيه الشرق، واقفين نايمين كل واحد طخي راسه دقنه على صدره نايمين، حتى اجا واحد لك شو عم تساوي؟ شو وين قاعدين؟ فزوا لك شلون نمنا؟ طلعوا نايم بالفرش. قال اللات والعزى تفضلوا عليكم بالنوم وفريستكم موجوده لسه نايم على الفرش، الى امتى بدنا نستنى؟ فشوا الباب عليه، دفش الباب والسيدنا علي بالسطع بالفرشة. فما لكم علي؟ وين صاحبه؟ شو اللي عرفني؟ فرجعوا خائبين، خائبين رجعوا خائبين، إنا نحن نزلنا الذكر والنبي مذكر، فإذا كان حفظ الذكر ألا يحفظ المذكر؟ جل جلال الله يا أبي. فحفظ نبيه، جابوا من يقص الأثر
هاي قدم محمد، هاي قدم أبو بكر، تابع تابع على الجبل، طلع على الجبل وصل للمغارة، هون انقطع الأثر، هون انقطع. شو معنى انقطع الأثر هون؟ معناتها يا فايت على الغار، يا طالع على السماء، يا بالع الجبل مبلوع بجاه، هون انقطع الأثر. أجا واحد بده يفوت على الغار، واحد قال له ويش يا فايت مالك شيء؟ من عهد نوح ما حدا فايت على الغار، عنكبوت معشش والحمامة بيضة. شو كان الحمامة طالة، كان خيطان العنكبوت تقطع. ورد الله غيظهم كيدهم في نحرهم ورجعوا خائبين، لم يستطيعوا أن يمسوا من رسول الله شيء. هكذا الدعوة يا ابني دائما في كل زمن، في كل زمن تقع في هذا الصدام، مصادمة بين الحق وبين الباطل. واعلموا دائما أن للباطل جولة ثم تضمحل، جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة، جولة الحق إلى قيام الساعة. قديش إجا دعاة من بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وقديش تآمروا عليهم وقتلوا البعض، والدعوة بقيت وإلى زمننا. وأسأل الله أن تبقى فيكم إلى لقاء الله، أن نلقى الله ونحن دعاة إلى دين الله. فإذا قالوا أم يقولون افتراء، الافتراء هو الكذب المتعمد، افتراء يعني كذب كذبة تعمدها، هذا اسم هذا الافتراء. فقال أم يقولون افتراء يعني كذب بالقرآن، كذب وقح يعني كذب. هذا الافتراء ورد في حديث، انتبهوا له، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أفرى الفراء، يعني أكذب الكذب، إن أفرى الفراء أن يري عينيه ما لم ترى، يعني أعظم كذبة تكتب على الإنسان لما بيقول له شفتك بالمنام، شفت بالمنام كذا كذا، وبكون منام كذب ما له شيء في المنام، شفتك بالمنام كذا وشفتك كذا. هاي الأحباب بيحكوها بين بعضهم كثير مشان يحببوا إنه أنا بحبك، بنحبي لك، شفتك بالمنام بحالة كذا بصفة كذا، بيحكي له منام تركيب. هذا أكذب الكاذبين، أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى، هذا كذب، هذا لا يجوز يا ابن. مشان أنت تحكي معه، مشان تجيبه، مشان يلازم الصحبة معه، كذبت عليه يا ابن. إذا كان البناء بدنا نطلع بالبناية وحاطين تحت العضايد بدال الحديد حطينا قش، البناء شو بيطلع؟ إذا بدنا نطلع بالعضايد البناية شو بيطلع فيها؟ بدها تنهد يا ابني. إذا بدك تبني دعوتك على الكذب، شلون بدك توصل؟ شلون بدك تحقق الدعوة؟ فمعناتها الداعي يجب أن يكون صادقا فيما يقول. هذا الحديث رواه البخاري، في رواية ثانية رواها البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء، عرفنا شو الفراء والافتراء، أكذب الكذب، إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، زعل هو وأبوه، قال له هذا مو أبي، بيحكي لأمه هذا مو أبي. شو معنى هذا مو أبي؟ يعني أنت خاينة وزانية وجايبته ابن زنا، هذا أعظم البلاء وأعظم
نسأل الله السلام. إن من أعظم الفرة أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. اثنين، أو يري عينيه ما لم ترى، يحكي منام كذب. كمان في ناس بقول أخي قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، يكون هذا كذب. النبي ما قال هذا الحديث. في الأحباب بيمزحوا مزحة لكن ما بيقولوا قال رسول الله. قال له على الأكل، وين اللحم؟ ما له جايب لحم. إن في البطن لدحمة لا يملأها إلا اللحمة، رواه الإمام مسلم. مين مسلم؟ هو المسلم، هو مسلم. إذا قال قال رسول الله يكون كذب على رسول الله، والكذب على رسول الله من أعظم أنواع الكبائر. لا يجوز أن تكذب على رسول الله بحرف، لأن الكذب على رسول الله بغير شيء من التشريع. فأوعى يوم القيامة ستجد النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار. إلك مركز في جهنم أنه كذبت على النبي بحرف. فلا يجوز تبديل القرآن ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لازم المسلم يكون حريص أن يقول الحق، واللي الله بده يهديه بيهديه. ما شرط تحكي له ساعتين، في واحد من حديث الله عم يهديه، في واحد بتحكي معه سنة وما بيهتدي. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، قديش رأى من النبي عليه الصلاة والسلام، قديش شاف من أخلاق النبوة ومن أعمال النبوة ومن أقوال النبوة، قديش رأى. يا عم قل كلمة أضمن لك بها الجنة، كلمة. طلع على قومه وقال له خايف قومي يعيروني، قال له قلها ولو سرا بأذني أشهد لك بها. طلع أبو جهل واقف خايف قومي عارف، وانتقل وما قالها. هذا عند أهل السنة ما ثبت أنه قالها، عند الشيعة الله عز وجل يتقبل منا جميعا، عند الشيعة أنه قالها إن شاء الله. والله أنا بفرح إذا قالها. ما بتفرحوا؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد عم تحكي معه فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في واحد من صغره شوف أمه عم تصلي بيصلي معه، شوف أبوه عم يصلي بيصلي معه. في واحد بصير عمره 10 و12 و15 و17 ما بيصلي. الله يكتب لنا التوفيق والهداية. فبدنا نحط همتنا بكل واحد صغير أو كبير بدنا نهديه إلى الإسلام. ابن ما ابن بدك تحكي له، وما بصير تترك الدعوة. من الأنبياء ما حدا ترك الدعوة إلا واحد، واحد تم 60 سنة عم يدعي قومه ما حدا آمن ولا حدا استجاب. 60 سنة يعني لو حجر عم ننحته 60 سنة كنا سوينا منه، كنا سوينا منه شكل حلو. 60 سنة ما حدا آمن، يعني بنروح لقرية ثانية بلكي الله بيفتح علينا. ترك الدعوة وطلع. الله بعثك لهالبلد لتتم بالبلد، ما في طنعة. ركب بالشطورة بالبحر بده ينتقل إلى بلد.
الله قيده نص البحر وقفت الشرطوره ما بقت تمشي. شو سيادة قبطان؟ شو تجاوب امواج بحر؟ قال لهم انا الباخره تبعي معوده ما بتوقف الا اذا كان عبد هربان من سيده، فالعبد يلي هربان من سيده يشرف ينزل حتى ما نغرق كلنا، اذا واحد غرق احسن ما يغرق الكل. مين بده ينزل من نص البحر؟ ما حدا. قال بنعمل قرعه. عملوا قرعه، جابوا كيس حطوا فيه اوراق 100 ورقه، واحده فاضيه وواحده مشحره، واحده فاضيه فقط والباقي كلهم مشحرين. كل واحد طالع ورقه مشحره الا سيدنا يونس طالع الورقه طلعت البيضه معه. هذا رجل صالح، رجل تقي، هذا ممكن ما عيدوها. عادوها ثاني مره طلعت الورقه البيضة مع سيدنا يونس. لو واحد بده يتشارط شرط عليها ما تطلع. ثالث مره طلعت بايده ايش شرط نص البحر؟ لا عم ترجع ولا عم تقدم باخره وقفت شرط. يا جماعة طولوا بالكم، سكون. واحد اثنين ثلاثة، كان الحوت واقف فاتح تمه، تفضل. أوحى الله إلى الحوت أن ابتلعه من غير أن تخدش له جلدا أو تكسر له عظما. بلى بدون لا تكسر عظمه ولا ابتلعه بلعة واحدة. لما شاف جوا فات على هالأبو لحاله ظلمة، فقال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا الظالم، أنت ما ظلمتني، أنا الظالم. اعترف، فلما اعترف بطن الحوت جوا نص المي نص البحر. الله قال له الحوت طالع، طالعوا اجى على الشط، نطقوا على الشط وانبتنا عليه شجره من يقطين وراها كبيره وخشنه مشان الدبان ما يهدي عليه. توبه خلص رجع. وارسلناه الى 100,000 أو يزيدون فآمن. صبر، تحمل، آمن. فإذا الدعوة يا إخواني بدها صمود، بدها صبر. لا تتأثر بكلام الناس، لا تتأثر باتهام الناس، بيطالوا عليك تهم، بيطالوا عليك مؤامرات، بيطالوا عليك، لا تتأثر. أنت قدامك خط، خط ترضي الله، بدك ترضي الله. خلي الناس كلهم يكرهوا والله يرضى. والحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله، من أرضى الله بسخط الناس. صلى الله عليك يا رسول الله. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. الله بيرضى عليه وبيرضي الناس عليه. ومن أسخط الله برضا الناس، مشان الناس ترضى عليه، مشان الناس تحكي ما شاء الله تمدحه، ولو أسخط الله. ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا اللي عم نشوفه بحياتنا. مشان خاطر فلان وفلان نترك الحق، مشان نجامل فلان ونداهم فلان سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. خلينا في دين الله، أم يقولون افتراه. ودائما القاعدة إخواني، احفظوا هالقاعدة دائما دائما: الناقص بيغطي نقصه لما بيطعم بغيره. قرأت مثل إنجليزي
مثل إنجليزي: إذا أردت أن تكون عظيما بين الناس فاطعن في العظماء. احكي على العظماء، اذكر نقائصهم، اذكر عيوبهم. الناس يقولوا لو ما كان أفهم منهم ما حكى عليهم، بده يرفع حاله. لكن هذا مثل الحجر بفوش على وش المي لحظة، لما نضرب الحجر على وش المي بنط نطة بنططين وثلاثة، لكن بعدين بده ينزل لتحت، بعدين بفوش دقيقة لكن بعدين بده يهوي. عم يطعن بالعظماء، عم يحكي عليهم انت شو بتساوي بالنسبة لهم؟ ما بيطلع شيء. ويلي يبني اللي بيته من إزاز ما بيحاجر الناس، ما هي عارف حالك انت شو رسمالك، قديش عندك، تحسن تحكي على فلان. مين عند الله مقرب أكثر؟ الله أعلم. الله يرزقنا الإخلاص في الطاعة والعبادة. نسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الكذب، وهم بذاتهم يلي صدقوا النبي وقالوا أن النبي صادق صلى الله عليه وسلم. لما أنزل الله على النبي عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر. طلع النبي على الصفا، صفا جبل كان صغير، طلع النبي على الصفا نادى: وصباحا وصباحا. هذا كان متعارف عند العرب أن الإنسان إذا شاف عدو هاجم على البلد بيطلع لمحل عالي بيشرح قميصه بيلولح فيه: وصباحا، يعني العدو مصابحكم، العدو مصابحكم. فصاروا أهل مكة يطلعوا على الصوت: وصباحا، يعني ما يحسن يبعث واحد، روح شوف من الخبر. من جملة اللي إجا أبو لهب ومن معه، فالنبي وقف وقال: لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل عدو مصابحكم أكنتم مصدقية تصدقوني؟ فقالوا: إنك أنت صادق، ما جربنا عليك إلا صدقا. ما قالوا يا كذب، ما جربنا عليك إلا صدقا، أنت صادق، صادق أمين، ما في أحسن منك. قال لهم: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، جاي منذر لكم. أبو لهب قال لهم: مشان هيك ناديتنا؟ تبا لك سائر اليوم، تبا لك، تبا بمعنى الكسر، يعني ينكسر التم وسنانك هيك بعتنا. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، تنكسر إيده وتتقطع أوصاله، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماله ما بيدفع عنه الأذى. سيصلى نارا ذات لهب. الله أكبر، هي معجزة، معجزة لسيدنا رسول الله. هي سيصلى نارا، شو معناتها؟ معناتها لن يؤمن، معناتها لن يؤمن، لأنه لو آمن ما بدخل النار. فما سيصلى نارا ذات لهب معناتها لن يؤمن أبدا، وآمن أبو لهب لا. هي معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. وامرأته كمان معه حمالة الحطب، نمامة، لأنه الحديث هذا لهذا توقع بين الناس بالعداوة، هذه حمالة الحطب، أو كانت تحمل الشوك وتحطه بطريق النبي عليه الصلاة والسلام، بده يطلع النبي من هون تحط الشوك بالطريق، دنيا ليل عشان إذا النبي ماشي يقع على الشوكات. وامرأته حمالة الحطب في جيدها، امرأتها عم تحمل حبل من مسد، حبل من ليف، عم تجمع الشوك عم تحطه بطريق النبي. يا سبحان الله، أم يقولون افتراه؟
ترى لمين عم أي الآية نزلت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ حكوا على سيدنا نوح، وأنت كمان حكوا عليك، أم يقولون افترى؟ فالآية لسيدنا نوح ولنبينا عليه الصلاة والسلام. لسيدنا نوح تعريف بالعداء معه، لنبينا عليه الصلاة والسلام تثبيت له، خليك ثابت اوعى، خليك صامد، وسوف يأتي أن كلمتك العليا وكلهم سفلى. ولما الله فتح عليه وقف على باب الكعبة طلع فيهم كزكز على أسنانه صلى الله عليه وسلم، قال لهم وقعتوا لرماكم جمل، طلع فيهم باعوا بيت النبي وأخذوا ماله وعذبوا له أصحابه وعذبوه. ما تظنون أني فاعل بكم؟ شوف فكروا أنه حد ساوي فيكم أنا هلأ، ملك بإيده والسلطة بإيده، لو قال أطعوا رؤوسهم ما أطعوا رؤوسهم، ما فيش. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا كريم وابن أخ كريم، كريم وابن أخ كريم، طخين رؤوسهم. قال أقول لكم كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الطلقاء أنتم أحرار، اطلعوا. دخيل النبي ما أعظم الزعامة، الزعامة يا ابني ما بالقوة، الزعامة بالعفو، الزعامة بالعفو. قديش آذوه، قديش آذوه أصحابه، قديش اللي قتل ماتوا تحت القتل، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فقالوا ما أجملك من نبي وما أجملك من أهل. أسلموا غصب عنهم، بأسلموا دخلهم في الإسلام كله. هذا يا ابني هي زعامة أهل العقل، زعامة أهل الوعي، أن يكون عفوه أقوى من شدته. أما شدة من غير عفو فلا يمكن للإنسان أن يكون محبوبا إذا لم يكن صاحب عفو. بدك يحبوك اعفي عمن ظلمك. درس الثلاثة مين كان حاضر؟ اعفو عمن ظلمك وأعطي من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك. هي أفضل أخلاق الأنبياء، أن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك وأن تصل من قطعك، صلى الله عليك يا رسول الله. فالآية إذن بدنا ناخذ لحنا عن القرآن. أم يقولون افتراه؟ منات تفكر يا مسلم، أتى وقت على النبي عليه الصلاة والسلام وقع في أزمة الاتهام بالكذب وهو أصدق الصادقين، اتهموه، طلعوا عليه دعايات مؤامرات، اتهموه بالكذب واتهموا أنه هو اخترع القرآن. فلو كان هو اللي كاتبه كلام البشر بنعرف، بدوي كان ماشي في الطريق سمع آية من القرآن فقال والله لو اجتمع البشر كلهم على أن يقولوا مثل هذا لما استطاعوا. آية ما بيسنوا كل البشر كلام الله عز وجل. وما أعظم كلام القرآن، كلام القرآن ما أعظم لما الإنسان بيقرأ القرآن، كلام الله فيه حكمة، فيه نور، فيه هداية. جرب اقرأ القرآن وانت متوضي متوجه على القبلة، جربوا يا اخواني انتوا كمؤمنين، توضى وجلس في القرآن، عود اذكر الله شي 10 دقائق وافتح القرآن اقرأ،
اقرأ آية آيتين ثلاثة وقف، لا تكمل. أريد أنا شو حصي من هالآية هي؟ هالآية الله نزلها لي. يا إخواني، كانوا الصحابة والتابعين وتابع التابعين كان لما يغدو القرآن لا يقروا، يعرفوا أن القرآن رسالة من الله إله، رسالة الله إلك، اقرأ شوف شو بعث لك به الرسالة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. كمال آداب أخلاق تربية معاملة بين المجتمع، من هذا القرآن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: القرآن هو النور المبين، القرآن هو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. القرآن هو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. لو كان القرآن من كتابة النبي لقرأنا في بعض الاختلافات. ما في واحد بيكتب إلا قصيدة أو بيكتب كلمة، ثاني يوم بيمحي منها وبيغير فيها، بعد جمعة بيموت. طيب إذا عادت شيء 4-5 سنين بده يقرأها بيرد بيغير فيها وبيجدد فيها. القرآن ما تغير ولا تجدد فيه ولا حرف، كما هو كم من يوم أن نزل من السماء وهو الآن كما كان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ ما طلعت من قلبكم؟ النبي عم يسألكم: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: قلنا نعم أو بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن هذا القرآن سبب، يعني حبل، طرفه بأيديكم، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به. شو معنى تمسكوا به؟ نمسكوا هيك ونضبوا يعني؟ لا يا ابني، تمسك بيلي بده يعلمك القرآن، تمسك بيلي حامل أنوار القرآن، تمسك بيلي عم يعطيك غذاء القرآن، تمسك فيه تفهم القرآن. فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يعني بيتمسك بالقرآن، أما أرى القرآن وما أعمل فيه، سمع القرآن وما أعمل فيه، هذا ما قرأ. واحد عمل وما قرأ فهذا قارئ. فالمسلم لازم يقرأ ويعمل. وكل آية ما بتفهمها تحسأل عنها، اسألوا عنها يا أحبابي، مشايخنا موجودة، اسأل أي شيخ ما بيعرف بيقول لك بكرة بجاوب عليها، بطالعها وبيجي بيحكي لك عنها. أما تمر على الآية وما تفهمها، لو كانت نكتة ضحكة قريتها وما فهمتها بتتركها بتمشي عليها ولا بتسأل عنها؟ نكتة قصة بتسأل عنها، كلام الله يعني ما تفهمه تسأل عنه. فاللي كانوا قبلكم كان ينظرون إلى القرآن رسائل الله إليهم، رسالة من الله جاي إليك بهالزمان بهالوقت، قراء آية القرآن نازلة من السماء إليك. يا ترى هل فقهت هذه الآية؟ فكانوا يقرؤونها بالليل يتدبرون معناها
ويطبقونها في النهار عملا. بالليل قراية، بالنهار تطبيق، تطبيق الآية القرآنية. فإذا قرأت في القرآن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعمل عملك بده يمكن مكشوف بين يدي الله، ورسول الله يطلع عليه، والمؤمنون بده يشوف عملك. رسول الله قال مماتي خير لكم، حياتي خير لكم، ومماتي خير لكم. توفي قبلنا صلى الله عليه وسلم، قال تعرض علي أعمالكم. صلوا عليه مشان تعرض صلاتكم عليه. تعرض علي أعمالكم فأسر بصالحها وأسأل الله لكم المغفرة على سيئها. فالنبي في السماء عم يدعي لك الله يهديك والله يصلحك. فيعني إذا كان المؤمنون يرون العمل لازم يظهر عمله، جد اجتهد، اشتغلنا كذا، عملنا كذا، حتى يكون الواحد فيكم داعي إلى الله ومبلغ. قل إني افتريته، إذا كان أنتم معتقدين أنه أنا اللي افتريته، إذا أنا افتريته فعلي إجرامي، إذا أنا عم بكذب على الله أنا المجرم، الجريمة أنا اللي مجرم فيها، إذا افترضتم فرضا فأنا صاحب الجرم، يلي بده يتعذب صاحب الجرم، أنتم ما دخلتوا، فليش أنتم عم تنكروا؟ خلوا عذاب علي، أنتم ما دخلتوا. هذا إذا كان عم تظنوا أنه أنا اللي أجرمت وعم بكذب على الله. قل إني افتريته فعلي إجرامي، أما أنتم أبعد الناس عنه، لا ما بتتأثروا، فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. إذا كان أنتم عم تقعوا في جريمة التكذيب لكلام الله فأنا بريء من جريمتكم. إذا كان أنا مجرم العذاب علي، أنتم ما دخلتوا، وإذا أنتم عم تجمعوا عم تكذبوا بكلام الله الحق فعليكم المسؤولية بين يدي الله، وأن الله سيؤاخذكم، وأنا بريء مما تجرمون. فإن كنت على الحق وجب علينا أن نكون مع الحق، وإذا عم يواجهوك بالتكذيب عليهم المسؤولية، أنت لا تقع معهم. طيب نحن هلا شو رح ناخذ من هالآية؟ خمس دقائق عشان ناخذ الآية إلنا. نحن كل آية بدنا نقراها نشوف نحن شو بدنا ناخذ منها. هل أنت مصدق بما أتى به المعلم المرشد؟ أم في نفسك شك وشبهة بأنه على حق ولا على غير حق؟ يعني مشان نشوف أنت، أم يقولون افتراه ولا أم يقول صدقنا وآمنا؟ فإذا كنت ممن واقع في قلبه شك أن الشيخ على حق ولا على باطل، والله شايفين الشيخ يعني الشيخ جامد ما عم يتحرك، ما عم يتحرك بالجو، لأحكي كلمة وسرا بيني وبينكم، تحفظوا السر؟ الساعة تشتغل إذا ما ربطها؟ ساعة بلا رباط ما بتشتغل، وأنا بلا رباط ما بشتغل. مفتاح الرباط بإيد مين؟ مفتاحي أنا بإيد سيدنا رسول الله. يلي بيزعل يدق راسه بالحيط، أنا مفتاحي بإيد الحبيب الأعظم، حيثما يوجهني أتوجه في حياتي. أتى الأمر بالستينات، كنت عم أدرس بمخيم اليرموك، طلعت درس مخيم، طلعنا عندي هون تركت درس مخيم، طلعت درس مخيم، مخيم خفوا
طلع على اللاذقية، طلعت على اللاذقية، شغلت بالله، الله عز وجل فتح، طلع على بيروت، من بيروت للاذقية اللي بيروت، اجمع بين بيروت واللاذقية، خلص بيروت انزل على اللاذقية، من اللاذقية لهون، مثل ما بيجي الاذن بدي يتحرك، توقفت اللاذقية، طلع على حلب، من 20 سنة معروض علي حلب، طلع طلع، والله فتح، وقف وقف. لذلك إني أنت إلك حال والشيخ له حال. فيا ابني بياع الفجل ما بيتداخل في عمل الدكتور. إذا قال رحت لعند الدكتور أعطاه دواء، قال له دكتور شو تطبيقه هذا الدواء؟ شو تركيبه هذا الدواء؟ يقول لك أنت ما دخل، خذ الدواء وامشي. أما شو مركب؟ من إيش مركب؟ شو تركيبه؟ بتعلموه ولا بتقلعوه؟ ما له حق. فيا ابني كل واحد له شغل، كل واحد له عمل. فأنت يا ترى بهالآية مؤمن ولا واقع في شك؟ أم يقولون صدقت أو يقولون افترى؟ أنت اسأل نفسك وشوف حالك، ولما بتشوف حالك يا ترى أنت على تصديق؟ فإذا كنت على تصديق أحببت المعلم وصاحبت المعلم وجالست المعلم أخذت عنه الكمال، وإذا وقعت في شك تركت المعلم وابتعدت عنه فاحترمت العلم واحترمت الهداية واحترمت الصفاء. بفضل الله لكلكم قاعدين صافيين من صفاكم، بفضل الله هذا توفيق الله، من صفاكم عم تقعد ساعة ونص وساعتين ما عم تتحرك، قاعد مسلوب العقل كله عند الشيخ، عند الشيخ. شو اللي خلاك تصفى الصفاء هذا؟ هذا الفضل الإلهي، هاي نعمة الله علي وعليكم. تعم بس لو بيقعد الدرس ساعتين عم يقعد بعض أوقات ساعتين ما لك حاسس هدي صار الساعة والله تأخرنا على البيت والله ما حاسين، هذا فضل الله عز وجل. فيا ابني إذا كان صاحب وجالس وأحب انتفع، مائدة عم تنحط، يلي بيحضر أكل، يلي ما بيحضر راح يتم جوعا يصطفي. ما إذا نجد أم يقولون افترى؟ أما نحن ما نقول افترى، إنما نقول صدق في تبليغه وصدق في تعليمه، ونرجو الله أن يخلقنا بهذه الأخلاق. أم يقولون افترى؟ طيب يلي بينتفع بأهل الله، لا إله إلا الله، في القصيدة بذكروا قصيدة طويلة لكن لقيت لكم 4 أبيات منها، تحبوا تكتبوها؟ هي لابن الميلق، ما هي لابن بنت الميلق. وأنزل الشيخ في أعلى منازله، وأنزل الشيخ في أعلى منازله، واجعله قبلة تعظيم وتنزيه. هي ذاكره الله يرضى عنه من اكثر من 500 سنة. وانزل الشيخ في اعلى منازله واجعله قبلة تعظيم وتنزيه، ولست تفعل هذا ان ظننت به، ولست تفعل هذا ان ظننت به نقصا ولا خللا فيما يعانيه. شو عم يعاني بقلبه؟ شو عم يحترق جواته؟ ما لك عرفان شو في بجواته. ولست تفعل هذا، يعني أن تنزل الشيخ في أعلى منازله ما لح تعملها، ولست تفعل هذا إن ظننت به نقصا ولا خللا فيما يعانيه. وغاية الأمر، إذا بدك تنتفع
وغاية الأمر أن تراه على نهج الكمال وأن الله هاديه، هذا النفع. وغاية الأمر فيه أن تراه على نهج الكمال وأن الله هاديه. وكما قال القائل: وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. الله يجعلني من السعداء ويجعلكم معي من السعداء، وهذا بفضل الله، بفضل الله يا أخواني. أنا إذا بدي أفتخر ولا بد، ما بفتخر بعمل، ما في عندي عمل، إنما أفتخر برضاء والدي علي ورضاء شيخي. والله ما لي غير هالرصيد، هذا الرصيد اللي بفتخر فيه. شيخي بتوفيق الله وفضل الله انتقل وهو راضي علي، ووالدي والدي ووالدتي انتقلوا وهم بمنتهى الرضا علي، هذا بمنتهى الرضا، هذا الرأس مال. أما عمل ما في. فإن جالست وأنت على صفاء انتفعت فيما تجالس، وإن جالست وفي قلبك شيء من الشك اطرد الشك لتنتفع. الشك ظلمة، ولا تلتقي الظلمة بالنور. إذا دخل إلى قلبك نور أهل الله فلا تقع في شك. في واحد يقول: أخي أصلنا قديش ما عم ننتفع. فتش على نقصك، ما عم تنتفع، لأنه أنت معمول. ليش هذاك انتفع والثاني انتفع أنت ما انتفعت؟ أنه هذاك أخذ الكاسة عبها زيت، والثاني أخذ الإبريق عبها زيت، أنت أخذت المصفاية بدها تعبيها زيت. شو بيصل لبيتك؟ ما لح يصل شيء. فطهر قلبك ونقي قلبك واجلس مع أهل الصدق ليجزي الله الصادقين بصدقهم. اللهم اجعلنا من أهل الصدق والإخلاص في ديننا ودنيانا، إنك على ما تشاء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه الآية إذن اليوم حصتي وحصتكم، أنا وياكم حصتنا هذه الآية أن نكون دائما في من يجالس بصدق وإخلاص. أي عالم جالسته، خذوها نصيحة مني يا ابني، يلي جوا ويلي برا ويلي فوق ويلي تحت، خذوها نصيحة. أي عالم تجالسه جالسه بصدق، جالسه بإخلاص، جالسه بأنه حامل سنة الرسول الأعظم. أنت مالك مسؤول عن عمله، المحاسب الله، لحنا لنا الظاهر والله يتولى سرائر. ما واحد لبس اللفة إلا فيه شيء الله لبسه إياها. إذا كان غير الصدق الله اللي بيحاسبه، أنا ما بحاسب هذا. واحد لبس الجبة ولبس كذا، لكن قاعد على الزفت، بدل ما يعود على البلاط قاعد على الزفت، تلوتت أواعيه. يا ترى اللي لبسه إياهن قال له عود عليها؟ هو اللي لوت حاله. لكن العطاء الإلهي إن إذا أخلص الإنسان زاد الله بعطائه، وإذا ما أخلص بسلبه. ومتى ما سلبه نسأل الله السلام، أحبابه بينقلبوا عليه أعداءه. وهذا اللي رأيناه في حياتنا، أحبابه شو انقلبوا عليه؟ أعداء. كان اللي عنده 2000 ما صفي عنده 3. الله يثبتنا بالقول الثابت يا أبي. لذلك النصيحة لكم: جالسوا بصدق، ومن الصدق أن تكون ذاكرا لله. اذكروا الله قبل المجالسة، اذكر الله
تعو بكير بدك تجي على الجامعة بدك تجي تع قبل المغرب تع المغرب هون تذكر الله قبل المغرب ولو بربع ساعة ذكر الله وإذا بدأ الدرس شوف شلون تفهم الدرس بغير ما كنت تفهمه من أول الذاكر بيفهم شيء من الدرس غير اللي عم يفهمه الغافل هذا غافل وهذا ذاكر مثال هذا كاسته مثل الزمرد من الماس صافي هذا كاسته من تنك مصدي لكن بنحط مجال مثل هاي طهر يا ابني قلبك مجلس الشيخ يا ابني المجلس لا تظنوا درس مجلسكم يا احبابي والله المستشفى مداوات للقلوب المريضه كم قلب بيجي فعما يداوى في منه بيطلع وهو معافى في منه بده درس ثاني ودرس ثالث فالله عز وجل يجعلنا واياكم اهلا لفقه كلام الله سبحانه وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.